الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، كنا المحاضره الماضيه توقفنا عند ماذا لو عندنا ثلاثه اهداف ولدينا عدد اثنين من الأدوات، عدم تساوي يعني عندي مشكلة في عدم تحقيق قاعدة تنبرجن، وهي أن الأهداف تساوي الأدوات. فكان عندنا مشكلة وهي قلنا ما لم تلعب الصدفة، وأن تتقي هذه الأهداف تتحقق في نقطة واحدة، فلا بد من عملية الاختيار الصريح بين الأهداف. إما أن أنا أختار هدف، لا بد أن أختار هدفين وأضحي بالهدف الثالث. النهاردة بنقول بقى هنبدأ مع قاعدة تنبرجن وضرورة التنسيق بين السياسات. فبقول لي أنه طبعا إحنا عرفنا أنه هذه المعادلات الآنية اللي إحنا بنتكلم لها طبيعة، وهي طبيعة الآنية أنها يجب أنها تتحل في وقت واحد، وبالتالي لا أقدر أوصل عشان أقدر أوصل للقيم التوازنية لهذه المعادلات. وبناء عليه لا بد في هذه الحالة أن تتحقق قاعدة أو شرط تنبرجن، وهو تساوي عدد الأهداف مع عدد الأدوات، أو عدد المجاهيل مع عدد المتغيرات، كما كنا نقول في المعادلات الآنية، حل المعادلات الآنية. بيقول لي وهذا عملية تخصيص كل أداة لكل هدف، هذه تسمى عملية تنسيق السياسة. وتنسيق السياسة هذه بيقول لا ينبغي أن تحدد دون أن يتم في نفس الوقت تحديد القيم التوازنية لجميع المتغيرات أو لجميع الأدوات الأخرى. تعال نشوف دلوقتي ماذا لو في غياب لعملية التنسيق بين أدوات السياسة وبعضها البعض. يعني أنا عندي خصصت أدوات لكل هدف، أداة لكل هدف، لكن كل أداة بتعمل بمعزل عن الأداة الأخرى. يعني كل أداة في سلطة غير السلطة اللي في ايد الأداة اللي في ايدها الأداة الأخرى. فلو رجعنا لنفس المعادلات الأصلية بتاعتنا، معادلة عندي بتعبر عن التوازن في معادلة الدخل، وعندي معادلة أخرى بتعبر عن مستوى الأسعار، وهذه المعادلات كلهم دلتين، كل المعادلات دي دالة في الإنفاق الحكومي وأيضا عرض النقود. ماذا بيقول لي لو كان عندي الآن هذه الأهداف أقل من المستوى المستهدف بتاعها، يعني لم أقل من لم استار وسين أقل من سين استار، يعني عندي مشكلة وأن أنا عايز أوصل لتحقيق، عايز أحقق هذه الأهداف. إذن بيقول لي على فرض طبعا أن عندنا وزير المالية هو اللي بيتحكم في السياسة المالية أو مقدار الإنفاق الحكومي، وهذا الوزير أو هذه السلطة تعتبر أن وظيفته قاصرة فقط على تحقيق هدف معين وهو الدخل. فإذا ربطنا الآن هدف الدخل مع السياسة المالية، عندنا أيضا سياسة أخرى وهي السياسة النقدية، وهنا المسؤول عنها البنك المركزي أو السلطة النقدية، وبالتالي هذه السلطة ترى أنها تتحكم فقط في عرض النقود، وأن هذا العرض وظيفته فقط بتنحصر في تحقيق هدف واحد ألا وهو استقرار الأسعار. يبقى عندي المعادلة الأولى اللي بيحقق الهدف فيها هو السياسة المالية أو السلطة أو وزير المالية، والمعادلة الثانية المسؤول عنها وتحقيق الهدف بتاعها اللي هو الأسعار هو وزير هو السلطة النقدية أو محافظ البنك المركزي. تعال الآن دلوقتي ماذا لو قرر وزير المالية أنه يزيد الإنفاق الحكومي بحيث أنه يصل للمستوى المستهدف من الدخل،
عايز يزود الانفاق الحكومي عشان يزود الدخل القومي لام حتى تصل الى لام ستار اللي هو المستوى المستهدف لها. لكن لو حدث هذا وانه بالفعل يزود الانفاق الحكومي عشان يزود الدخل، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان السياسة المالية والانفاق الحكومي هذا تأثيره في المعادلة الاخرى، المعادلة التانية، انه من شأنه هيرفع المستوى العام للأسعار، من شأنه هيرفع المستوى العام للأسعار. طبعا المستوى العام للأسعار أنا عندي المستوى المستهدف للأسعار إن أنا أخفضه، المستهدف هو إن الأسعار مرتفعة فعايز أخفضها، يعني إن سين أقل من المستوى المستهدف، فالمستهدف للأسعار هو تقليلها وليس زيادتها كالدخل. المستهدف للدخل زيادة الدخل إنه أقل من الدخل، لكن المستهدف للأسعار إن أنا عايز أقلل التضخم، عندي تضخم وعايز أعالج هذا التضخم. فهنا علاج المشكلة الأولى وهي زيادة الدخل لتحقيق المستوى المستهدف له، هيترتب عليه عمل مشكلة في الجهة الأخرى ألا وهي زيادة الأسعار. أوريدي طبعا أول ما محافظ البنك المركزي يرى إن السياسة إن الأسعار بدأت ترتفع، ولا طبعا المفروض إن الآن بيعمل بمعزل عن الوزير المالية ولا يعرف إن وزير المالية بيعمل إيه، ولا يدري ان السياسه انه ان ان ان, إن الاسعار الان بترتفع بسبب زياده الانفاق الحكومي اللي اتخذها سياسه الوزير المالي. فهي هيجي طبعا على طول عشان يفادي مشكله ارتفاع الاسعار، سيقوم هو من الجهه الاخرى ب بتخفيض عرض النقود، هيقوم بتخفيض عرض النقود. ده في خلال المعادلة الثانية تخفيض عرض النقود سيترتب عليه تخفيض المستوى العام للأسعار. لكن من شأن هذا التخفيض أيضا أنه هيأثر على المعادلة الأولى، وسيترتب عليه من جهة أخرى أن هينخفض الدخل اللي وزير المالية بيسعى لزيادته، فيكتشف وزير المالية أيضا أن الدخل بينخفض، فيضطر هو الآخر يحاول يزود الإنفاق الحكومي، والانفاق الحكومي من جهة أخرى هيزود الدخل لكنه هيعمل رفع الأسعار. إذن هنجد أن كن انعزال وزير المالية عن محافظ البنك المركزي أو عدم التنسيق بينهم سيترتب عليه دايما أنها تحصل تقلبات، دايما كل واحد قاعد يعالج مشكلة يخلق مشكلة للطرف الإيه الآخر، وبناء عليه عند عدم التنسيق بين هذه الأدوات سوف تحدث تقلبات. هذه التقلبات من شأنها يجب تجنبها أو علاج أو عدم الوقوع فيها من خلال التنسيق ما بين السلطات المالية والنقدية. نروح لنقطة أخرى، بيقول لي نقص المعلومات مشكلة ومشكلة التخصيص. المشكلة مش بتقف بس، بيقول لي الاعتقاد بضرورة وتنسيق استخدام أدوات السياسة شيء، وتحقيق هذا الأمر شيء تاني من الناحية الواقعية. يعني بيقول لي إذا كانت الأدوات أو السلطات النقدية والمالية بتسيطر على الأدوات السياسة المختلفة، كانت هذه السلطات بتقتنع تماما أو ترغب في التنسيق عن اقتناع، يعني هيتفقوا مع بعض ومقتنعين بمعالية التنسيق. بيقول لي ليس هذا ضمان ان النتائج ايضا تكون مثالية، ان النتائج تكون بالصورة المطلوب. لماذا؟ قال لي لان اصلا معادلات النظام اللي احنا افترضناها الان في الواقع غير معروفة تحديدا، يعني ما اقدرش احددها على وجه اليقين، وبناء عليه لابد يترتب على ذلك ان حلول هذه المعادلات للقيم التوازنية بتاعتها قيمها التوازنية هتكون مجهولة او ما اقدرش ان انا احددها بالدقة. وبناء عليه يصبح السؤال الان في مثل هذه الظروف، اليس هناك من قاعدة تمكن من او يمكن اتباعها بحيث انها تساعد السياسة على تحريك النظام في اتجاه هذه الاهداف؟ اذا كنت ما اناش عارف القيم بالتحديد، طيب هل ما اقدرش ان انا اقدر اعرف ازاي ان انا اقرب من القيم المستهدفة؟ يعني اروح اتجاهه، مش شرط انني اكون عارف ان مستوى الدخل كذا، لا انا عايز ان الدخل منخفض وعايزه يزيد، وعارف ان الاسعار المرتفعة وعايزها تنخفض،
يعني مش لازم اعرف بالضبط ايه الارقام وايه القيم، لكن على الاقل اعرف ما هي الادوات كيف تحرك الاقتصاد نحو هذه الاهداف. في ظل عدم في ظل عدم كفاية المعلومات المتاحة، بيقول لي عشان نقوم بهذه العملية هنستخدم نموذج لواحد اسمه مندل، ونموذج هذا شغلته هو التوفيق الكامل ما بين الأدوات، ما بين الأهداف الاقتصاد الكلي، التوفيق ما بين أهداف الاقتصاد الكلي. إيه هي هذه الأهداف؟ الهدف عندنا هدف داخلي وهدف خارجي. الهدف الداخلي اللي هو بيتكلم عن التوظف الكامل، والهدف الثاني وهو هدف توازن ميزان المدفوعات، هذا في ظل ما يسمى بثبات أسعار الصرف، في ظل نظام ثبات أسعار الصرف. أنا عارف طبعا سعر الصرف له نظامين، نظام سعر صرف مرن ونظام سعر صرف ثابت. الكلام ده بيقول لي هذا النموذج بيعتمد على التوفيق ما بين هذين الهدفين، التوازن الداخلي اللي مقصود به التوظف الكامل، والتوازن الخارجي اللي مقصود به توازن ميزان المدفوعات. بيقول لي هنشوف على الرسمة، هو عندنا المحور الرأسي هنقيس عليه طبعا السياسة المالية. السياسة المالية دي اللي هي هيبقى الانفاق الحكومي، الانفاق الحكومي هنا دي نقطة الأصل. فهاجي ابص الاقي ان كل ما زود الانفاق الحكومي هبعد عن نقطة الأصل، يعني هطلع لفوق، وكل ما قل الانفاق الحكومي معناها انني هرجع لاتجاه نقطة الأصل، يعني أقلل الإنفاق الحكومي. هنا المحور هنا موجود عليه متمثل عنه إن زيادة الإنفاق الحكومي معناها زيادة توسعية، بستخدم سياسة مالية توسعية. استخدام معناها إن أنا هستخدم سياسة مالية توسعية. فاستخدام السياسة المالية التوسعية معناها زيادة الإنفاق مع ثبات الضرائب، أو زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب. فهنا أنا عندي هنا المحور ده بيعبر عنه بعجز الميزانية، بعجز الإيه؟ الميزانية. عجز الميزانية بيساوي إيه؟ الإنفاق الحكومي ناقص الضرائب. الانفاق الحكومي ناقص الضرائب يديني رصيد الميزانية، رصيد الميزانية. إذا كان الانفاق الحكومي بيساوي الضرائب يبقى الميزانية متوازنة، الانفاق الحكومي أكبر من الضرائب يبقى فيه عجز، إذا كان الضرائب اللي هي اللي أكبر أو الانفاق الحكومي أقل من الضرائب يبقى فيه عندي فائض في الموازنة. إذا لما بستخدم سياسة مالية توسعية معناها إن أنا هزود الانفاق الحكومي يبقى هطلع لفوق، مع ثبات الضرائب يبقى معناها إن أنا بخلق عجز في الموازنة العامة. على المحور الأفقي المسؤول عن هذا المحور وهذه الأداة هو السياسة، السلطة النقدية أو البنك المركزي، وتستخدم الأداة بتاعتها ألا وهي السياسة النقدية. وأدوات السياسة النقدية هنا هي العرض النقود، نون عرض النقود. وكذلك إذا ابتعدنا هنا لما معناها إن لما أبعد عن نقطة الأصل معناها إن بمشي ناحية اليمين، مشي ناحية اليمين معناها زيادة عرض النقود، وهذا يعني إن أنا بستخدم سياسة نقدية توسعية. طيب لو مشينا للعكس وقربت من نقطة الأصل معناها إن أنا بستخدم سياسة نقدية انكماشية، ومعناها إنني بخفض عرض النقود. الآن عندي عرفنا الرسم والشكل، عندي أيضا منحنيين، هذا منحنى اللي هو خ خ، والمنحنى دال دال. المنحنى دال دال اللي هو دال دال جاي من داخلي، يعني ده بيعبر عن التوازن الداخلي، بيحقق هدف التوازن الداخلي. وهدف التوازن الداخلي في الحقيقة هما ثلاثة أهداف: النمو الاقتصادي السريع، 2 التوظف الكامل، 3 استقرار الأسعار. يبقى تحقيق الثلاث أهداف دولا وعلى رأسهم الأسعار هو التوظف الكامل، ده اسمه التوازن الايه الداخلي. أما التوازن الخارجي ويعبر عنه منحنى خخة اللي هو بيعبر عن التوازن الخارجي، والتوازن الخارجي مقصود به هو التوازن في ميزان المدفوعات، يعني جانب المدفوعات يساوي جانب المتحصلات. عارفين لو المدفوعات بتساوي المتحصلات في ميزان المدفوعات يبقى في توازن، إذا كانت المدفوعات أكبر يبقى في عجز، وإذا كانت المتحصلات هي اللي أكبر من المدفوعات يبقى في فائض. بيقول لأي منحنى من دول هو مجموعة من القيم، قيم نقط قصدي
كل نقطة من دي، كل نقطة من هذه النقط معناها إنها بتديني زوج من القيم، زوج من القيم. يعني كل نقطة من هنا تاخد نقطة، أي نقطة مثلا تاخد خط من هذه النقطة على المحور الأفقي، على المحور الأفقي، وخط على المحور الرأسي، تدي لك قيمة للسياسة لعجز الموازنة، وتدي لك قيمة لعرض النقود. أي نقطة على هذا المنحنى معناها زوج من القيم، زوج من القيم، قيمة لعجز الميزانية وقيمة للعرض النقود. يبقى هنا قلنا عرفنا الشكل، وقلنا عندنا أيضا زي ما ايضا الهدف الثاني قلنا اللي هو عجز اللي هو توازن ميزان الايه المدفوعات، وقلنا توازن ميزان المدفوعات اللي هو بيحقق الهدف الايه الخارجي. بقول لي الآن إن تكمن الصعوبة في الحقيقة إن شكل وموضع المنحنيين اللي هما دال دال وخخ غير معروفين، يعني أنا حاططهم الآن لكن أنا ليسوا بهذه الدقة، ليس دول موضعهم، ولا قد يكون أنا عارف فقط إن هذه الميل بتاع هذا المنحنى إن ده ميله سالب وهذا المنحنى ميله سالب. كل منحنى من دول ميله سالب وله تعليل هنقوله دلوقتي، لكن الموضع المنحنى يعني نقطة التقاطع بتاع المنحنى مع المحور الرأسي هنا النقطة دي، النقطة دال دي كان ممكن الأصل إنها ممكن تبقى فوق وممكن تبقى تحت، أما إنها بالنهاية هذه النقطة بالتحديد ده أنا ما أقدرش أجزم بيه. كذلك لو مديت المنحنى ال خخة ليقطع المحور الرأسي برضه مش معنى ذلك إن نقطة التقاطع دي هي ده المعنى أو الموضع الحقيقي له. طبعا قلنا ان ميل المنحنى سالب، تفسير ذلك هو انه كلما ارتفع عجز الميزانية يعني اتحركنا على المحور الرأسي الأعلى ارتفعت معه الأسعار، ارتفعت معه الأسعار. ده من المعادلة من المحاضرة قصدي من المعادلة الأولى، عندما يزيد الإنفاق الحكومي بيزيد الدخل، فطبعا بيزيد الدخل، ولما تزيد الانفاق الحكومي في المعادلة التانية بتزيد الأسعار. بيقول لي ما لم يكن أو ما لم ينخفض العرض النقدي، طبعا انخفاض العرض النقدي هو اللي يخلي الأسعار من المعادلة التانية تنخفض. وبيقول لي لنفس السبب طبعا بنجد انه على يمين هذا المنحنى اللي بيمثل تضخم وعلى شماله بيكون فيه بطالة، يبقى هذا المنحنى جميع النقاط بتاعته بتعبر عن التوازن الداخلي، يعني تحقيق التوظف الكامل، تحقيق نمو اقتصادي، تحقيق استقرار في الأسعار. إذا اتجهنا خرجنا عن هذا النقاط بتاع المنحنى انحرفنا يمينا هذا معناه ان فيه تضخم، ولو انحرفنا عنه يسارا فجميع النقاط اللي على يسار هذا المنحنى او المساحة اللي على شمال هذا المنحنى هتعبر عن بطالة وكذلك انخفاض في معدل النمو الاقتصادي. يبقى هنا نفس الكلام اهون، هذا الخط اللي هو التوازن الداخلي دال دال، يبقى كل المساحة اللي على يمينه اهون فيها تضخم مكتوب اهو تضخم، وعلى المساحة اللي في اليسار اللي هي هيبقى فيه بطالة. وهنا الخط التوازن الخارجي اللي بيعبر عن توازن ميزان المدفوعات نفس الكلام، جميع النقاط فيه تمثل توازن لميزان المدفوعات، يعني المتحصلات تساوي المدفوعات، لكن ومن ثم اي حاجه او اي نقاط او المساحه ده هي كلها اللي على يمين المنحنى هذا كلها يعتبر فيها عجز، واي مساحه يسار او المساحه اللي على يسار هذا المنحنى اي نقطه فيها تعبر عن فائض، فائض في ميزان المدفوعات، يبقى في هنا على اليمين عجز خارجي وعلى اليسار فائض خارجي. برضه بيقول لي ان هذا المنحنى ميله سالب،
بيري سالب. ليه؟ لانه ارتفاع عجز الميزانيه برضه يعني زياده الانفاق الحكومي، ده معناه يؤدي الى زياده الواردات، وبالتالي هيخلق عجز في ميزان المدفوعات. زياده الواردات يخلي المدفوعات اكثر من المتحصلات فيعمل عجز. بيقول ما لم ينخفض العرض النقدي، لو انخفض عرض النقود معناها تنخفض سعر الفايدة، ولما ينخفض سعر الفايدة هذا يحفز الأجانب اللي بيستثمروا فلوسهم في الداخل إنه يهربوا فلوسهم بره، ياخدوا فلوسهم بره، فيعمل تدفقات لرؤوس الأموال للخارج، فيخلي المدفوعات في ميزان المدفوعات تزيد، فيحصل الإيه، يتسد الإيه العجز في ميزان المدفوعات. يبقى عرض النقود بيأثر في اتجاه العكسي، انه بزيادة العرض تخفض سعر الفايدة، وزيادة سعر قصدي يزود سعر الفايدة، ولما يزود سعر الفايدة هيعمل تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية للداخل، يعني الناس تستثمر أموالها. طبعا الناس المفروض تكون مر عليك قبل كده يعني إيه ميزان المدفوعات. طبعا ميزان المدفوعات هو بالسجل يسجل فيه جانب المتحصلات عن الصادرات أو كل المعاملات التي تتم بين المقيمين داخل الدولة والمقيمين خارجها. سجل ليه جانبين، جانب مدين وجانب داين. جانب المدين بيسجل فيه جانب المتحصلات عن كل المعاملات اللي بتتم بين المقيمين داخل الدولة وخارجها، وجانب الشمال أو جانب المدفوعات اللي هو عن كل المعاملات اللي بتتم بين المقيمين داخل الدولة وخارجها. المدفوعات هذه ليست كل المدفوعات عن الصادرات والواردات فقط، لا، كل مدفوعات. فعندنا حتى التقسيم الرأسي لسجل لميزان المدفوعات بيتقسم رأسي إلى 3 موازين. الميزان الأول ميزان التجارة أو ميزان التجاري، وميزان التجاري ده حتى فيه قسمين، فيه ميزان السلع وميزان الخدمات. السلع اللي هي التجارة المنظورة، وميزان الخدمات التجارة غير المنظورة. الصادرات والواردات دي لوحدها من السلع والخدمات تسمى الإيه؟ الميزان التجاري. في ميزان تاني اسمه ميزان رأس المال، تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وتدفقات رؤوس الأموال الداخلة. وفي أيضا الميزان الثالث اللي هو ميزان التسوية، اللي بيتم فيه تسوية الإيه والأرصدة النقدية اللي الذهبية والأرصدة الذهب والعملات الأجنبية اللي بيتم من خلالها تسوية الميزان سواء بالفائض أو الإيه العكس، هي اللي بتتحرك فيها حركة التدفقات فيها اللي بتعمل تسوية في الميزان، سواء كان بزيادة التدفقات للداخل أو التدفقات للإيه للخارج. فعرفنا كده عن إيه ميزان المدفوعات. هذا المنحنى أيضا زي ما قلنا جميع فيه نقاط على يمينه هيبقى فيها فائض عجز، والنقاط على يساره فيها إيه فائض، فيها فائض. هنا بيقول لي انه نقطة الالف هي نقطة التوازن اللي بتحقق التوازن في الاثنين، التوازن الداخلي والخارجي. هلاقي نقطة الف هي اللي واقعة، هي نقطة تقاطع بين المنحنيين، هي اللي بتحقق التوازن الداخلي وبتحقق التوازن الخارجي في نفس الوقت. طيب وبعدين بيقول لي يعني هتحقق كل الاهداف الاقتصادية للمجتمع، لكن هنا بيقول لي هناك صعوبة جدا في مسألة تحديد شكل وموضع المنحنيين اللي هو دال دال وخاء خاء. اللي احنا قلنا ذكرنا ده في الاول، ان مسألة تحديد موضعهم صعبة جدا، صعبة جدا، يعني ممكن يكون فوق شوية ممكن يكون تحت شوية، لكن تحديدهم في الموضع اللي احنا راسمينه فيه ده الان مفيش حاجة تدل على الكلام ده. وبناء على ذلك اللي سيكون من الصعوبة جدا معرفة حتى الاتجاه التي تنبغي ان تكون عليه ادوات السياسة. طالما انت هنا موضع المنحنيات انت مش متأكد منه، ده معناها انك لما تيجي تغير ادوات السياسة سواء بالزيادة او بالنقص قد تكون بتخطئ. وهفهمك الكلام ده هيبان هو ازاي. تعالى مثلا بيقول لي فرضا لو احنا عندنا المعلومات المتاحة دلوقتي لصنع السياسة، ان احنا عادة بتوضح انه هنا المعلومات المتاحة بتبين لنا، ما بتديناش حاجات بالتحديد، انما تدينا فقط نطاق، نطاق الذي يقع فيه الاقتصاد، المنطقة اللي بيقع فيها الاقتصاد، لكن فين على وجه الدقة ما فيش، ما اعرفش. وبالتالي هيبقى عندي حالة من الحالات التالية دي، اما ان يكون هناك في عجز في ميزان المدفوعات ومصحوب بتضخم، او عجز بميزان المدفوعات ومصاحب للبطالة، او اي بدائل اخرى. من البدائل الاخرى لو بصيت على الرسم هتلاقي عندك 4 مناطق، 4 مناطق، منطقة هنا هي
اللي هي خارج المنحنيين دول من هنا كلها عجز خارجي وتضخم. المنطقة اللي خارج المنحنيين من هنا برضو فائض خارجي وبطالة، لكن هنا في الداخل ألاقي فائض خارجي وتضخم، وهنا في الداخل المنحنيين عجز خارجي وبطالة، عجز خارجي لكن بطالة مش إيه مش باينة. يبقى أنا عندي هنا دي الاحتمالات الأربعة، مش فقط الاتنين اللي أنا ذكرتهم. فهنا ولكن كل هذا كل بيقول لي كل ما نعلمه. فإذا كان الاقتصاد طبعا عند نقطة مثل النقطة هاء، فهي النقطة هاء بيقول لي فائض خارجي زائد تضخم. طيب فائض خارجي زائد تضخم، تعال عند النقطة هاء. النقطة هاء هي سهلة جدا واضحة جدا، عشان أروح للتوازن في الاتنين ده معناها إن أنا عايز أتجه لأسفل، أتجه لأسفل، أتجه للأسفل. السهم ماشي تحته، السهم ماشي تحته هو، لكن السكة بتاعته بيقول لي إن أنا معناها إن أنا بالنسبة للسياسة المالية أمشي لتحت، يعني أعمل مش أعمل عجز، لا أقلل العجز في ميزان في الميزانية، أقلل العجز في الميزانية، وفي نفس الوقت عايز أمشي ناحية اليمين شوية، عايز أمشي ناحية اليمين شوية عشان أروح ناحية ألف. يبقى عايز أنزل أمشي اليمين، يبقى زيادة الإنفاق الحقوقي زيادة عرض النقود، وأنزل لتحت معناها سياسة مالية انكماشية، يعني تخفيض عجز الموازنة. هنا تعال نشوف هنا هو كاتبين إيه، بيقول لي لكن فإذا كان الاقتصاد عند النقطة هاء مثلا، فإن الاتجاه الذي يلزم في تغيير أدواته، قال لي لازم يكون معروف بالنسبة لي عجز الميزانية وضعه إيه وعرض النقد وضعه إيه. لازم يكون موضوع الكلام ده واضح بالنسبة لي. العرض النقد لابد يزيد، وعجز الميزانية لابد إنه ينخفض، وده احنا شفنا الكلام ده على الرسم، لكن لا نعرف مقدار الانخفاض أو الزيادة في عرض النقود المطلوبة، ما اقدرش أحددها. لكن انا زي ما قلنا قبل كده ان انا ممكن اجرب، وعن طريق السياسه الفيدباك اقدر اشوف اذا زودت الانفاق الحكومي واشوف عرض النقود زاد قد ايه، الدخل زاد قد ايه، وزودت خفضت قصدي عجز الميزانيه فالدخل قل، وازود عرض النقود فلاقي ان الاسعار بتقل. واحده واحده ابدا اشوف النتائج واجرب واشوف النتيجه واجرب تاني واغير، وكل مره اشوف النتيجه وهكذا، واستخدم المعلومات او التغذيه العكسيه عشان المرتدة عشان اقدر اوصل للهدف اللي انا عايزه. فبيقول لي عشان خاطر انا ما اقدرش احدد الموضع بالظبط، فمعناها ان الاتجاهات دايما والارقام هتبقى بصعب عليا بالدقة، فلكن فقط ان انا عليا اعرف ان انا ماشي في الاتجاه الهدف بتاعي ولا لا. بيقول وهذا يجعل طبعا عشان اما اذا كان بقى هنضرب امثله اخرى، ما اذا كان لو ميزان عندي فائض في ميزان المدفوعات ومصحوب ببطاله، ميزان مدفوعات هنا بدل ما كان عندي فائض وتضخم لا هيبقى فائض وميزان، فائض في ميزان المدفوعات لكن معاه بطاله، نزلنا تحت شويه. فيقول لي هنا على المثال اللي عندي الاقي نقطتين، نقطه باء وجيم اللي فيهم نفس الكلام، ادي باء وادي جيم، الاثنين فيهم تضخم، فيهم فائض خارجي، وفيهم ايه؟ فيهم بطالة، لكن أي واحدة فيهم، أي واحدة في الاتنين دول مانيش عارف، دي فائض وبطالة ودي فائض وبطالة. خد بالك لو أنا هنا هلاقي نفسي محتاج إن أنا أزود، عايز أروح يمين أزود عرض النقود، وعايز أطلع لفوق يعني أعمل سياسة مالية توسعية أو أزود الإنفاق الحكومي. لو أنا عندي جيم العكس، ألاقي عايز أزود عرض النقود، عايز أقلل اللي اعمل سياسه ماليه انكماشيه، انا عايز اقلل العرض الانفاق الحكومي، في حين ان انا عايز ازود عرض النقود، وعايز اقلل عرض النقود كمان، يبقى عايز انزل وعايز ايه او عايز 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 ايه عايز ازود عرض النقود. عرض النقود زايد في كلا الحالتين لان انا عايز اروح ناحيه اليمين، لكن لو كنت عندي باء يبقى عايز اعمل سياسه ماليه توسعيه، وعندي جيم عايز سياسه ماليه انكماشيه. في هذه هنا بيقول لي بقى هو لو انا عندي باء او جيم، لكن ايهما بالتحديد ما اقدرش احدد. لو انا عندي انا عندي السياستين، انا عندي النتيجة واحدة في الاتنين، نقطة باء ونقطة جيم بيدوني نفس الكلام، فائض مع عجز مع فائض مع بطالة، فائض في خارجي مع بطالة. ولكن هنا بيقول لي هذا يجعل المهمة صعبة جدا.
طالما ما انتش عارف انت عند اي موضع في دولا، يبقى انت ما انتش عارف هتستخدم اي سياسات وهتحركها في اي اتجاه، زي ما ضربت مثال. فيقول لي فرضا اذا كان الاقتصاد عند النقطة باء، لابد من زيادة العرض النقدي وعجز ميزانية. طيب لكن اذا كنا عند النقطة ج، الكلام ده مش نافع، لابد من زيادة عرض النقود، اما عجز الميزانية لابد انه ينخفض على الرغم من وجود بطالة. يبقى انخفاض عرض النقود هنا، عجز الميزانية هنا انخفض، المفروض انه هيزود البطالة، هيزود الايه؟ البطالة. لكن احنا قلنا ان التحليل بتاعنا هنا بلاش، هنحاول ان احنا نتجنب مسألة الايه؟ الآنية. النموذج عندي اللي قلنا له اعتبارات انه لازم يتحل بشكل آني، لكن في هذه الحالة ان احنا هنحاول نتغاضى، وهيبان الكلام دلوقتي، نحاول نتلاشى استحمل البطالة مؤقتة، لكن مع الوقت لغاية ما اوصل للنقطة الالف واروح عندها الاقي ان البطالة هتنعدم، والمؤقتة هذه، وايضا هينعدم التضخم، واوصل للتوازن الداخلي والخارجي معا. بقول لي في مثل هذه المشكله دلوقتي، في الحاله اللي احنا عندها دي، محتارين يعني في اي حته وعند اي مكان، هل توجد قاعده تسمح لنا بقى باستخدام او استجابه السياسه، او تسمح بجعل استجابه السياسه ملائمه ايا كان الوضع؟ هل اقدر استخدم سياسه معينه مهما كان بقى، اذا كنت عند الف او باء؟ طبعا الكلام ده مش بسهوله، لكن بيقول لي هذا ما سنوضحه فيما يلي. بيقول لي تخيل ان احنا لو رحنا للنقطه واو، النقطه واو بقى هنا، شوف النقطه واو فين اهي، النقطة واو اهي، وبرضه هيبين لك تضارب المسألة هنا. عند النقطة واو دلوقتي، تعال نشوف ماذا لو فكرنا ان احنا نستخدم سياسة نقدية. عشان استخدم سياسة نقدية، ده معناه ان انا هزود عرض النقود، فهيتنقل، هتحرك ناحية اليمين، فهتنقل من نقطة واو للنقطة حاء، من النقطة واو للنقطة حاء. هذا معناه لما ايه هتنقل من نقطة واو للنقطة حاء؟ فبقول لي استخدمنا السياسة النقدية للقضاء على البطالة، فإن العرض النقدي لابد أن يزيد حتى يمكن الوصول إلى النقطة حاء. يبقى هنا عالج مشكلة البطالة. طب لما أروح عند النقطة حاء، فعند هذه النقطة تختفي البطالة تماما، لكن هل يا ترى لما أروح عند النقطة حاء بقى هيؤدي، تمام، بقول له أهو ارتفاع العرض النقدي يؤدي إلى انخفاض معدل الفايدة، فتزيد الاستثمارات وبالتالي الدخل والتوظف. لكن انخفاض معدل الفايدة هيؤدي من الناحية التانية في المعادلة الأخرى بقى، يعمل على هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أن ارتفاع الدخل يعمل على زيادة الواردات. الاتنين دول يخلوا المدفوعات أكتر من المتحصلات، وبالتالي يعمل عجز في ميزان المدفوعات. إذا عالجت مشكلة البطالة، خلقت عجز في ميزان المدفوعات. وإذا استخدمنا العكس، إذا أردنا استخدام سياسة مالية للتخلص من هذا العجز، لابد من تخفيض عجز الميزانية. لو خفضنا عجز الميزانية، اتبعنا سياسة مالية انكماشية، معناها إن أنا هنزل لتحت، هنزل لتحت، هبعد أكتر، هبعد عن نقطة ألف أكتر. يبقى أنا لو أنا رحت كده وجيت عند النقطة واو، وعشان أعالج العجز في ميزان المدفوعات، لو جيت استخدمت سياسة مالية انكماشية، هنزل لتحت، يبقى أنا هبعد كده، هبعد خالص عن النقطة ألف، يبقى أنا بتشتت، ما بحلش المشكلة، يبقى أنا ما ببعدش، ما بقربش، ببعد ما بقربش. فهنا بيقول لي هنا اتباع سياسة مالية انكماشية بفرض المزيد مثلا من الضرائب، السياسة الانكماشية إما تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، ولكن ذلك سيؤدي إلى خلق بطالة أكبر. يبقى لما أنزل تحت يبقى أني هعمل بطالة، عشان أعالج الميزان هعمل بطالة أكبر مما كانت عليه عندي واو. يبقى أنا زودت الطين بلة، بدل عشان أعالج الأزمة اللي هي اللي أنا خلقتها بسبب علاج البطالة، وهي إنني أخلق أسد العجز في ميزان المدفوعات، ترتب عليه وجود بطالة أكتر من الأول اللي أنا كنت أصلا عايز أعالجه. يبقى لما جيت أعالج البطالة عملت عجز، عشان أعالج العجز لقيت نفسي بعمل بطالة أكبر من البطالة اللي أنا كنت عندها. يبقى في الحقيقة أنا بهد أو بعمل سياسة إيه؟ بتضر مش بتنفع. ويتضح من ذلك أن استخدام السياسات على هذا النحو، سياسة نقدية لعلاج البطالة أو سياسة مالية لعلاج العجز، قد يتسبب في الابتعاد عن نقطة التوازن ألف، وهذا إذا استمر هذا فإنه يعمل على تتابع العجز والبطالة، دايما العجز يزيد والبطالة تزيد، العجز يزيد والبطالة تزيد، يبقى أنا ببعد عن هذه النقطة. لكن ماذا لو عكسنا استخدام السياسات، استخدم سياسات مختلفة لبدائل لنفس الأهداف؟ يعني أنا كنت بستخدم الآن استخدام السياسة المالية
استخدمت السياسة النقدية لعلاج البطالة، تعال نشوف نستخدم ماذا لو استخدمنا سياسة مالية. هنبدأ مرة أخرى من النقطة واو، وإذا استخدمنا السياسة المالية للقضاء على البطالة فلا بد من زيادة عجز الميزانية عشان سياسة مالية توسعية، يعني أتحرك لفوق. هتنقل إلى النقطة زين، النقطة زي دي أهو. لما أجي أستخدم هنا بدل ما أستخدم سياسة نقدية وأروح ناحية اليمين، لا أنا هستخدم سياسة مالية فأطلع لفوق. لما أتحرك لفوق يبقى شوفوا، شوف مجرد اختيار سياسة أداة أخرى غير الأداة النتيجة اختلفت تماما. في زين ألاقي نفسه بعالج البطالة، وهروح برضو للإيه للعجز في أحل البطالة، وأروح للتوازن في ميزان الإيه المدفوعات. لكن هرجع تاني هون، ويتضح من ذلك أن استخدام السياسة على هذا النحو، لا خلاص كده أيوه، إذا استخدمنا فلا بد من زيادة عجز الميزانية حتى يتحرك الاقتصاد لنقطة زين هنا، حيث يتحقق التوظف الكامل واستقرار الأسعار، ولكن يترتب على ذلك زيادة الدخل مما يعمل على زيادة الواردات ويخلق بالتالي عجز في ميزان المدفوعات. يبقى خلقنا عجز في ميزان المدفوعات، عشان اتخلص من عجز في ميزان المدفوعات لابد ان انا اخفض العرض النقدي. لما اخفض العرض النقدي هيندفع عرض النقود، وبالتالي اجذب رؤوس اموال اجنبيه من الخارج فيزيد تدفق الاموال فيحصل توازن في ميزان المدفوعات. اقوم اتنقل من بعدها للنقطه ميم وهكذا. ورغم ان ذلك انه بيخلق بطاله، الا انه من الواضح ان البطاله الان اقل من البطاله اللي قبل كده. يبقى لما رحت عند ميم بقى في بطاله، بس البطاله دلوقتي اقل شويه من اللي قبل كده. ارجع اعيد نفس الكره وازود سياسه ماليه، وبعدها استخدم سياسه نقديه، كل ماذا الاقي نفسي لغايه ما اقرب من النقطه او اصل للنقطه ايه الف. ولذلك فانه اذا تم الاستمرار في استخدام السياسات على النحو ده، ان السياسه ماليه للبطاله ثم سياسه نقديه للعجز ميزان المدفوعات، فبقول لي للعجز الخارجي، فسنصل الى النقطه الف ولا بد، حيث يتحقق التوازن في كلا الهدفين او ميزان المدفوعات والتوظف الايه الكامل. نكتفي بهذا القدر ونكمل في جزء آخر حتى يمكن رفع المحاضرة، و لأن طبعا المحاضرة ما بيزيد وقتها بتحتاج وقت إيه أطول. نكمل إن شاء الله في جزء آخر، والمحاضرة تبقى على جزئين.